تتوقع بقى في ماتش النهارده في يوم مميز زي ده مين اللي هيكسب النهارده؟ وهل يفتى ولميس وابو سينف من مدينه الانتاج العالمي؟ لا انا مش هفتي تاني. ده انتوا ملكات التوقعات. انا مش هفتي تاني، انا فاتت كتير. ولا اجازه اللحمه واجازه العيد. انا ما عملهاش تاني، انا بعيد عنكم. ان انتوا ملوك التوقعات. انا ضاعت مني ملكه التوقع. بجد؟ ليه؟ اخر مرتين توقعت غلط. كنت في الشمس ساحب. الزبده كلام الليل مدهون بزبده. بنتوقع عشان مش هتوقع النهارده. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونتوقع. انت قول انت توقع ايه؟ انتوا مالك ملوك التوقعات انتوا الجوز. لا انا اعتزلت التوقعات. انتوا هتعملوا فيها دبلوماسيين. اقول لك تمسكوا العصايه من النص. تعادل وضربات جزاء. انت اهلاويه وانت اهلاويه. مين قال لك؟ مين قال لك؟ انا ماليش في الكوره. انا زملكاوي. انت زملكاوي. وانا معاك. وانا زملكاويه. لا انت اهلاويه وانت اهلاويه. انا مصريه. انا اصلا انا ماليش في كره القدم دي، ما اتفرجش على. لا انا بشجعهم كلهم. عيني في عينك. هاني فهي بطلت تكدبي. انت مش عايز تخسري الجمهور والزمالك. خالص 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 يعني. ولميس نفس الكلام. ناديين الغبار. شايفني لابس احمر او ابيض؟ ما انت ليه ما لبستيش؟ خايفه. ناديين الغبار. لا عشان بحبهم كلهم. وفي الاخر ان شاء الله يلعبوا. اهم حاجه ان احنا نستمتع بماتش حلو وماتش راقي مهما كانت النتيجه، مش هنزعل وكلنا في الاخر مصريين. والله العظيم الاثنين حلوين واثنين طعمين. بس كده. بالظبط. الاثنين اللي هيكسب هنقول له مبروك ونسقف له. اهم حاجه الروح الرياضيه بين جمهور الناديين. في الاخر دي لعبه. دي لعبه. لا ممكن نكسب وممكن نخسر. وارد الكلام ده كله. أكيد. صح صح. وكل التوفيق لاي حد يفوز. احنا رحنا رياضيه للكل. الفوز ان شاء الله.